هنروح لجهود وزارة الإسكان لمكافحة العشوائيات. صحيفة اليوم السابع قالت على لسان نائب وزير الإسكان إنه سيتم نقل 350 أسرة من مفلس مزبيرو. دكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان قال بالفعل إن هو فيما يجرى حاليا من أجل تطوير العشوائيات ونقل كل الأسر اللي ممكن تتعرض حياتها للخطر طبعا نتيجة لوجودها في العشوائيات، سيتم نقل 350 أسرة من مثلث مزبيرو قريبا جدا. وقال ان هو اتفق مع باقي الاسر اللي هي تقريبا 50 اسره، هي دي الفضل او المتبقيه هيتم الانتهاء من نقلها في القريب العاجل، وان هي اللي بنفسها طلبت الذهاب لمشروع الاسمرات. دكتور احمد عادل درويش قال ايضا ان هو هيتم الانتهاء من نقل كل الاسر قبل نهايه العام الجاري، وقال ان هو ده على عهدته.